بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. نستأنف دائما مع الدرس الأول، الأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة. في هذا الفيديو الخامس بإذن الله راح نتعرف مع بعض على القاسم المشترك الأكبر الذي يسمى باللغة الفرنسية PGCD، يعني كل حرف يرمز إلى كلمة، اللي هي بالفرنسية plus grand commun diviseur، ولا يقولوا le plus grand diviseur commun، وباللغة الإنجليزية HCF highest common factor. افتح عزيزي التلميذ، عزيزي التلميذة، الكتاب المدرسي الجديد للجيل الثاني في الصفحة رقم 8 النشاط الرابع. ألف قال لك اقتنى بائع الزهور 90 زهرة حمراء، عنده 90 زهرة حمراء و 54 زهرة بيضاء، بغرض استعمالها كلها في تشكيل باقات متماثلة في النوع والعدد. صح، عندنا الزهرات الحمراء والبيضاء، هاي 90 زهرة باش تبان هكذا، والأخرى نبدلوا لها اللون بيضاء. هي صح. قال لك اولا، هل يمكنه تشكيل 9 باقات مع تبرير اجابتك؟ ثانيا، في حالة الاجاب حدد عدد الزهور من كل لون في الباقة الواحدة، وماذا يمثل العدد 9 بالنسبة الى العددين 90 و54؟ با، يعني عندنا الجزء الأول ألف والجزء الثاني باء. واحد، ما هو أكبر عدد ممكن من الباقات المتماثلة التي يمكنه تشكيلها؟ ثانيا، حدد عندئذ عدد الزهور من كل لون في الباقة الواحدة. نسمي عدد الباقات المحصل عليه، هذا عدد الباقات المحصل عليه نسميه القاسم المشترك الأكبر، أو كما ذكرت لكم في بداية الفيديو PGCD للعددين 90 و54، ونرمز له بالرمز PGCD 90 و54. إذن نبدأ بسؤال الأول، هل يمكنه تشكيل 9 باقات برر إجابتك؟ لنرى إذا كان يمكنه تشكيل 9 باقات ولا لا. واش ندير؟ نروحوا للمسودة أعزائي الطلبة، ونقسموا 90 على 9، نقسموا 90 على 9، 90 على 9، هل تعطينا ولا لا؟ لا، يعني الباقي صفر، لازم يكون الباقي صفر. ونقسموا كذلك 54، نقسموها على 9. إذن هنا راح نتحصل على، أي 90 تساوي عندما تقسم 7 في 10، والباقي يساوي 0. 54 راح تسيبها 9 في 6، والباقي هو 0. لهذا السبب، لأن الباقي 0، يمكنه تشكيل 9 باقات. إذن كيف تكون الإجابة تاعنا؟ أولا أعزائي الطلبة، ألف، رانا في ألف الجزء الأول. أولا، نعم، نقول نعم يمكنه تشكيل 9 باقات، يمكنه تشكيل 9 باقات. التبرير لماذا؟ لكما شفنا، لأن كلا العددين 90 و54 هو مضاعف للعدد 9، لأن كلا العددين 90 و54 هو مضاعف لمن؟ للعدد 9. صح. ثانيا، واش قال لنا؟ قال لك في حالة الإجاب حدد عدد الزهور من كل لون في الباقة الواحدة، عدد الزهور من كل لون في الباقة الواحدة. حاجة سهلة، في كل لون من الباقة الواحدة، في باقة الزهور الحمراء هنا عندنا 9 في 10،
وفي باقة الزهور البيضاء عندنا 6 × 6 أي بين أمامك. يعني ثانيا عدد الزهور هو أي لدينا 10 زهرات حمراء وعندنا 6 زهرات بيضاء. باين صح. وماذا واش قالوا لنا ثاني؟ ماذا يمثل العدد 9 بالنسبة إلى العددين 90 و54؟ إذن هنا أعزائي الطلبة لاحظ أنه العدد 9 هو قاسم مشترك، هو قاسم مشترك. لاحظوا معي هنا العدد 9 هو قاسم مشترك للعددين. إذن واش نقول؟ أن العدد 9 قاسم مشترك للعددين 90 و54. نأتي الآن إلى الجزء الثاني من النشاط. أولا قالك ما هو أكبر عدد ممكن من الباقات المتماثلة التي يمكنه تشكيلها. لاحظوا هنا أعزائي الطلبة، هنا واش قالوا لنا؟ قالوا لنا حدد عدد الزهور من كل لون في الباقة الواحدة. صبنا باللي كاين 10 زهرات حمراء و6 زهرات بيضاء، صح؟ هذه في الباقة الواحدة. إذن لاحظوا لنا بنجيبوا السؤال، لاحظوا كي قسمنا 90 على 9 أي 10 زهرات حمراء و6 زهرات بيضاء، 9 و9 يعني 9 في 2. إذن أكبر عدد ممكن من الباقات المتماثلة التي يمكنه تشكيلها هو 18. إذن ب واحد أكبر عدد ممكن من الباقات المتماثلة التي يمكنه تشكيلها هو 18. وماذا واش قالوا لنا؟ سؤال ثاني قال لك حدد عندئذ عدد الزهور من كل لون من في الباقة الواحدة. عدد الزهور من كل لون في الباقة الواحدة، يعني هنا لاحظ عندنا باش نصيبوا العدد 9 نقسموا 18 على 2. إذن في 9 عندنا 10 يعني 10 في 9 نصيبوا 90 و6 في 9 نصيبوا 54. إذن نقسموا 10 على 2 ونقسموا 6 على 2. ها إذن هنا باش نجاوب على السؤال الثاني واش نقول؟ أي عدد الزهور هو أي 10 × 2 يعني 5 زهرات حمراء، وعندنا 6 × 2 3 زهرات بيضاء هكذا. لاحظ معي لربما كاين اللي ما فهمش مليح، عندنا 90 زهرة حمراء زائد 54 زهرة بيضاء، شحال تعطينا؟ تعطينا 144، يعني المجموع 144 زهرة. أقسم 144 × 18 شحال تعطيلك؟ واش تعطيلك؟ تعطيلك العدد 8، تعطينا العدد 8. إذن العدد 8 هذا فيه 5 زهرات حمراء زائد 3 زهرات بيضاء. إذن قال لك في آخر النشاط نسمي عدد الباقات المحصل عليه القاسم المشترك الأكبر اللي هو العدد 18. إذن
الأكبر للعددين 90 و54، ونرمز له بالرمز بي جي سي دي 90. إذن يمكننا كتابة بي جي سي دي 90 و54 يساوي 18. هكذا نكون انتهينا من حل هذا النشاط. ماذا يقول هذا التعريف؟ قال لك يسمى أكبر قاسم مشترك لعددين طبيعيين A و B القاسم المشترك الأكبر لهذين العددين، ويرمز له بالرمز BGCD لA و B. مثلا نرى مثال قواسم العدد 24. قواسم العدد 24 هي صح، وشن هي قواسم العدد 24؟ هي 1 2 3 4 6 8 12 و 24. هذه قواسم العدد 24. لنرى قواسم العدد 18. قواسم العدد 18 هي 1 2 3 6 9 و 18 صح. إذن القواسم المشتركة للعددين ما هي؟ القواسم المشتركة للعددين 24 و 18 هي صح. وراء القواسم المشتركة بينهم كاين الواحد واحد، الاثنان الاثنان، ثلاثة الثلاثة، والستة والستة صح. إذن هي واحد اثنان ثلاثة وستة صح. إذن ما هو القاسم المشترك الأكبر لهذين العددين؟ في هذه القواسم المشتركة وين هو القاسم المشترك الأكبر؟ بالطبع هو 6. إذن القاسم المشترك الأكبر للعددين 24 و 18 هو 6. إذن واش نكتب؟ نكتب اي بي جي سي دي تاع 24 و 18 يساوي 6. يساوي ماذا؟ يساوي 6. واش تقول هذه الملاحظة؟ تقول ان مجموعة القواسم المشتركة لعددين هي قواسم قاسمهما المشترك الأكبر. إذن مجموعة قواسم المشتركة، مثلا في المثال السابق مجموعة قواسم مشتركة للعددين 24 و 18 هي هذه 1 2 3 6. إذن هذه المجموعة هي ماذا؟ هي مجموعة قاسمهما المشترك الأكبر. يعني واش حاب يقول؟ أن قواسم القاسم المشترك الأكبر هو 6. إذن قواسم العدد 6 هي هذه المجموعة، هي 1 2 3 و 6. لنرى الآن بعض النتائج المباشرة، حيث A و B عددان طبيعيان. النتيجة الأولى أن BGCD A و A يعني نفس العدد تساوي A، كما في مثلا لو قلت لك P جي سي دي في العدد السابق 18 و 18 تساوي ماذا؟ تساوي 18. هذا مثال. النتيجة الثانية بي جي سي دي A والصفر تساوي A. مثلا لو قلت لك بي جي سي دي 18 والصفر تساوي 18.
نتيجة هذه كذلك إذا كان بي قاسم للعدد أ فإن بي جي سي دي أ و بي يساوي بي. مثلا نقول لك العدد 3 هو قاسم للعدد 18، إذا بي جي سي دي، بي جي سي دي 18 و 3 يساوي 3، والنتيجة الأخيرة بي جي سي دي أ و بي تساوي بي جي سي دي بي و أ، يعني نقدروا نبدلهم يعني تبديل. يعني مثلا لو قلت لك بي جي سي دي 18 و 3 يساوي بي جي سي دي 3 و 18، نقدروا نبدلو أي تساوي ماذا؟ تساوي 3، لأنه يبقى دائما 3 هو قاسم العدد 18. لنرى الآن هاتان الخاصيتان، قال لك أو بعددان طبيعيان مع أ أكبر أو يساوي بي. الخاصية الأولى هو أنه بي جي سي دي أ و بي تساوي بي جي سي دي بي، والفرق تاع أ مع بي. مثلا لو قلت لك مثال بي جي سي دي، بي جي سي دي تاع 24 و 18 يساوي بي جي سي دي تاع 18 و 24 ناقص 18 يعني بي جي 6، إذن يساوي كذلك بي جي سي دي تاع 6 و 6 ويساوي 6. يعني هنا طبقنا كامل الخواص اللي شفناهم من قبل. الخاصية الثانية، الخاصية الثانية كما قلت R هو باقي القسمة الإقليدية للعدد A على B. كي نقول بي جي سي دي A و B يساوي بي جي سي دي B و R اللي هو باقي القسمة. مثلا لو قلت لك بي جي سي دي تاع 24 و 18 واش يساوي؟ يساوي بي جي سي دي، بي جي سي دي تاع 18 وباقي القسمة الإقليدية تاع 24 على 18، يعني 24 تقسيم 18 تعطينا 1، 1 في 18 نقسوه من 24 يعطينا 6، يعني باقي القسمة اللي هو الإقليدية هو 6، يعني 6 هاو. و يعني لاحظ أنه 24 يساوي 18 في 1 زائد 6، كذلك هنا يا بي جي سي دي تاع 18 و 6 يساوي البي جي سي دي تاع 6 وباقي القسمة تاع 18 على 6، أي باقي القسمة تاع 18 على 6 أي يساوي 6 في 2 عفوا في 3 زائد الصفر زائد الصفر. إذن هنا بي جي سي دي تاع 6 وصفر تساوي ماذا؟ تساوي 6. يعني هنا أنا طبقنا خاصية كنا ذكرناها من قبل أو نتيجة كنا ذكرناها من قبل. أخي راهي تبان هذه هاكا هاكا راهي تبان صح. أعزائي التلاميذ إلى أن نلتقي معا في بإذن الله في الفيديو السادس، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.